حكي أن ملكا شابا من ملوك أهديت إليه ثياب نساء فاخرة من أحد الأقاليم البعيدة. أمر وزيره أن يبعث من ينادي زوجاته وبناته. جاءت زوجاته وقد بسطت الثياب لتنتقي كل واحدة منهن ما يناسبها، فجعلن ينظرن وهن متحيرات. أثناء ذلك رفعت إحداهن رأسها فنظرت إلى الوزير كأنها تستشيره عن أي الثياب أجمل، فما كان من الوزير إلا أن أشار لها بعينه بسرعة نحو إحدى الثياب، يعني طرف بطرف عينه، فوقعت عين الملك على الوزير وهو يغمزها لزوجته. ما كان من الوزير إلا أن أشار لها بعينه بهذه السرعة، وقعت عين الملك، لكن الملك أسرها في نفسه ولم يبدها له. ثم أخذت بعد ذلك كل واحدة منهن ما ناسبها وخرجنا، لكن الوزير المسكين اضطرب وتغير وجهه واحتار، كيف له أن يفهم الملك ما قصده بتلك الإشارة؟ بعد تفكير وتردد لم يجد حلا سوى أن يتظاهر أن في عينه عاهة طرأت عليها تجعله يغمضها بين لحظة ولحظة. عاش هذا الوزير سنين طويلة وهو يقوم بإغماض عينه اليسرى بين لحظة وأخرى كلما رأى الملك، حتى أصبحت عادة ملازمة له. وعندما حضرت الملك الوفاة قال الملك لابنه: يا بني أوصيك بالوزير خيرا، فإنه اعتذر عن ذنب لم يرتكبه 40 سنة. يا إخوان، النظر بطرف العين، بطرف العين عند الكبار كبيرة وعند الصغار تافه لأنهم صغار. هدم جدران الحياء بين الرجال والنساء أمر قبيح جدا، ولا يليق لا بمسلم ولا بمسلمة، بل لا يليق بإنسان فيه شرف. سامحني وسامحيني، أنت بلا ريب إنسانة خيرة، بس أرجوك لا تنساقي وراء هذا الخطأ الذي ينساق وراءه أخريات.